جودة النهارده تعبانه قوي، مش عاجبني مش عاجبني. ما خدش اخره، ما خدش الانزاكا، ما خدش الانزاكا بتاعته. الحاجه الوحشه في مصر فعلا ان هي اصلا ما بتحبش الاكل. يعني انا ما كنتش بحب الاكل. اثنين عاد ايزي رهيب. انت سالت لولا كلامك التحفيزي والبوش اللي اديتهالي بس كنتش هقف قدام الكاميرا. لازم يبقى عندك ثقه في نفسك، ولازم يبقى في حد زي يوسف يديك موتيفيشن. عايز هو يشجعني. شجعه معلش، عايزك تشجعني. صباحك غالي والطلب رخيص. ارفع دولي عش حسب هي الاصابات بتيجي كده. النهارده حلقه جديده ومعانا دبابه جديده النهارده، و حلقة انجاكا ان شاء الله. لا 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 لا. النهاردة احمد جودة عمل ترانسفورميشن خطير قوي، فعرفنا عن نفسك الاول. احمد جودة 25 سنة، بقالي 3 سنين بلعب اللعبة دي. بقاله 3 سنين بيلعب جيم. احمد كان 50 كيلو. 52 كيلو. 52 كيلو. هنحط لكم صورة دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى انتوا لو شفتوه دبابة، يعني دبابة. وهياخدنا تمرين ظهر، وهيحكي لنا ازاي بدا. هو بيقول ان هو ما خدش حاجه. لا خد هاند نايترو عشان خاطر ايه؟ علبه بودر واحده. علبه بودر واحده بعد سنه ونص، وايه وشويه جي اتش. مفيش حاجه من اللي هو بيقولها دي. ماشي، ده ما حصلش. فعايز فدي حاجه مهمه جدا. ناس كتير قوي بتسال برضو اللي جسمها ضعيف قوي او الناس الرفيعه جدا والجين بتاعهم صعب، يعني في ناس الجين ان هم يزودوا في الوزن صعب جدا. فاحمد ما شاء الله عليه، من 50 كيلو وزنك كام دلوقتي؟ 72 كيلو، يعني 20 كيلو تقريبا مصل عضل. فدي حاجه صعبه جدا 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 جدا. فعايزنا يشرح لنا واحنا بنتمرن ازاي الناس اللي في نفس الحاله دي وزنهم قليل جدا يطلعوه بطريقه. اللي بيخاف ياخد سبلمنت، اللي بيخاف ياخد باودر، اللي بيخاف ياخد مكملات غذائيه او مكملات منشطات، يعني فبرضه نشرح للناس تبقى حاجه مفيده جدا ليهم. هنبدا صاحب امامي. تديهم برضو مثلا تديهم يوم وجباتك كامل بيبقى عامل ازاي؟ مثلا قد ايه رز وكده؟ يعني انا مثلا يوم وجباتي كامل الصبح مثلا باكل مثلا 4 بيضات كاملين، مش بيض بس، باكلهم كاملين. معاهم جبنه قريش. بعد كده بروح اتمرن الوجبه اللي بعد التمرين بقى نص فرخة مع 300 جرام رز مع طبق سلطة. دي الوجبة اللي بعد التمرين. بعد كده بالليل برضه باكل بروتين تاني، سمك، تونة. 300 جرام رز كتير مش قليل، يعني انا باكل 180 مثلا او 150. انا انت بالنسبة لي ورفيع، يعني انا جسمي هيقبل الكلام ده. انت هيقلب معاك بحاجة تانية، لكن انا بزود الخف على قد ما اقدر برضه. يعني بطاطس مهروسه باكلها عادي في وسط اليوم كده بالمعلقه. بطاطس المهروسه دي مرغول، يعني عشان هو يجيب الحجم ده، عشان يعني بياكل اكتر بكتير. باكل اكتر من الناس، من اكتر من اللي انت بتاكله. يعني هو بياكل اللي انا باكله، بياكله في وجبه. في اللي انا باكله في اليوم كله بياكلها في وجبه واحده. نفس الكلام بعدها بثلاث ساعات نفس الوجبه. بعدها بقى بالليل العشاء برضو جبنه قريش وخلاص. يعني هو ده الوجبه. انت مش راجع دماغك خالص؟ لا ما بظبطش برضو الكلام ده. لا انا بدوس عشان انا جسمي اصلا هقابل عايز ازيد وازيد وازيد بالاكل، فبدوس في الكلام ده. ما بوقعش بقى انا عايز 2000 كالوري في اليوم، انا عايز 3000 كالوري. انت بتشوف الحجم؟ بشوف بقى الحجم بقى انا بشوفه بقى على نفسي، يعني بقيسه على نفسي الكلام. شايف ان انت محتاج تزود ازود بقى. محتاج بقى ان انا مثلا زود شويه دهون، بس انا هقلل شويه. بس انا كده ما باكلش دهون، يعني انا مانع السكر والكلام ده كله. التمرين الجاي لعبنا 4 مجاميع هنا. سحب امامي عالي. هنلعب 1 هاند برضه 4 مجاميع. تمام. عاش. الاول اصلا يعني انا ما
كنت داخل الجيم ده واحد صاحبي هو دخلني كده عافيه يعني هو انا ما كنتش في الجيم دي مش في دماغي اصلا. كان عندك كام سنه تقريبا؟ كان عندي 21 سنه. 21 سنه كنت داخله يعني ولا عمري دخلت الجيم قبلها في حياتي يعني في حياتي ما دخلتوش خالص. بس واحد صاحبي دخلني قال لي انت هتتمرن؟ هو كان بيتمرن وقال لي انت هتتمرن معايا. فهو اللي حب ايه ياخدني معاه. ياخدك معاه. وانت الموضوع كان مضايقك ان انت كنت رفيع جدا؟ انا واللبس طبعا والرفع ده حاجه بص يعني 52 كيلو. بس انا برضو تعبت شويه يعني. هو انا في بدايه لما ابتديت اخش الجيم قبلها كنت تعبان فحسيت ان انا بقى ايه لا لازم اخش الجيم عشان خاطر ايه اعمل جسم وبتاع واعمل ببقى صحتي حلوه والكلام ده كله. كلنا مشاكل كده كانت بتجيلك وانت كنت رفيع جدا. ايه الحاجات اللي كده يعني مش عارف نفس اللبس ما لقيتش لبس يعني بقى فاهم اروح على لبس اجيب لبس صغير جدا عشان خاطر الاقي الماس بتاعي نفس طبعا الظهر ده عامل كده هو القتب ده الظهر فاهم مش مفروض كل الكلام ده فاهم كان سبب ان انا خدت الجيم يعني مش رفع بس مش موضوع شكليا بس برضو موضوع صحيا وحالتك النفسيه بالظبط كده يعني انا لما اخش مكان اقيس اللبس ايه مظبوط عليا الاقي الكلام ده فاهم شكلك حلو بتاع وبعدين ايه اللي حصل بقى بدات الجيم بعدين قعدت بقى ايه اتفرج على فيديوهات يعني انا كل حاجه انا اللي معلمها لنفسي قعدت اتفرج على فيديوهات كتير يعني بعد كده اتفرج على زياده الدره طبعا فيديوهات بعد كده ابتديت بقى ايه اخدها واحده واحده الحاجات اللي انا اصلا كان ميزه الناس اللي حاجه الوحشه اللي في مصر فعلا ان هي اصلا ما بتحبش الاكل يعني انا ما كنتش بحب الاكل مش عارف انتوا عايشين ازاي ما كنتش باكل لحمه وفراخ كل الكلام ده ما كنتش باكله بس اول ما دخلت الجيم قلت بقى انا هغير وهبتدي ايه ان انا ادوس على نفسي واكل غصب عني انت ما بتبقاش جعان عشان خاطر اوصل للي انا عايزه ما انا طول ما انا بتمرن ومش هاكل مش هوصل لاي حاجه فانا ايه قلت انا ادوس على نفسي واكل بقى ايه اجرب اكل اللحمه كده واطلعها غصب عني وبتقطع انا صعب مش قادر اكل لحمه يا جماعه مش قادر وصلت للمرحله بقى ان انا بقيت ايه مثلا دخلت مثلا قلت الناس مثلا تقول لك الصبح افطر شوفان انت عجبت الشوفان ده ما حبيتهوش فابتديت ابعد عنه عشان خاطر ما اكرهش ايه الاكل ده ايوه استبدلته ايه بقيت اكل البليله البليله بدل الشوفان بعد كده بدأت واحده واحده بقى ايه البيض ده ادخله في الاكل ابتديت بقى امشي على النظام بقى اللي هو ايه باكل اي حاجه بس اللي هو ايه ما باكلش برده مش جنك ولا ماكدونالدز ولا سكريات ولا الكلام ده كله يعني بقى السكريات حاجات يعني الغذاء اللي انت بتاخده من اكل اللي هو البروتين مشوي مسلوق الكلام ده بس كده مينز ان هي يلا تالت حركه في الظهر تمام بص يا جون في الحركه الخامسه اثبت فوق كده سنتين تنزل بالراحه منك بعد كده كمل خد ليه وقت ان انت تشوف شويه ترانسفورميشن في جسمك على بال ما اتشجعت ان انت يعني انا بعد 6 شهور 6 شهور انا بشوف ناس بقى بتقعد تقول احنا قعدنا 3 شهور وما عملناش حاجه طب ما 3 شهور ما 3 شهور في اللعبه حاجه 3 شهور ده تبتدي انت بتسخن اصلا الجسم يعني انت مش هتلحق تعمل اي حاجه في 3 شهور يعني انا 6 شهور ابتدى يبان عليا وابتديت بقى انا ايه ازود يعني ما باكلش نفس كميه الاكل اللي كنت باكلها في 6 شهور لا انا بزود في الاكل بزود كل ما شويه ازود في الاكل اعلى بالاكل انا باكل مثلا 2 مثلا الصبح لا باكل 4 انت قلت ان انت جربت حاجات مختلفه على حسب جسمك يعني ما سمعتش كلام واحد او حاجه لا لا انا كنت بشوف مثلا دلوقتي في برنامج عامل تمرينه بجرب التمرينه دي مع نظام الاكل لو حسيتها جت معايا اكمل عليها لو حسيتها ان هي مش حاسس ان هي مش قوي برده معايا بتجرب قد ايه وقت مثلا اسبوع كده لا اجرب شهر لو اربع اسابيع تديها اربع اسابيع هي التمرين اربع اسابيع تاخد اربع اسابيع هتحس بالفرق لكن هي تمرينه مره واحده مش هتحس بالفرق خالص هي الفكره في الاستمراريه الفكره في الاستمراريه ان انا استمر اقعد العب ما ازهقش يعني استناش مثلا الناس تقعد فتره شهور تقول لك لا انا في ناس بتقعد مثلا سنه بس السنه دي تيجي تقول لها انت عملت ايه فيها تقول لك السنه دي مثلا رحت الجيم فيها شهر مش هيجي لك العضله منين بقى بعد بس الممبر شيب موجود في الجيم لو انا رايح الجيم سنه بس رحت فيها شهر طب الشهر ده هتعمل فيه ايه انا مش عارف يعني هو بس انا رحت سنه
بالنسبه لي الاوزان، الاوزان كنت بتتقل على الاوزان في الاول ولا كنت؟ لا الاوزان انا في الاوزان بتاعت يعني عشان صاحبي كان راح معايا كنت بلعب، كان هو بيلعب الاول فهو كان فاهم عني، فانا كنت ابتدي مثلا خفيف واطلع بعد كده بالاوزان واحده واحده لغايه ما هتوصل انت بعد 6 شهور هتلاقي وزن بتلعب فيه في الاول بتنسيب تحس ان هو ايه خفيف، فغصب عنك هتقلب الوزن لغايه ما هتوصل للوزن اللي انت ايه هتجيب فيه اخرك على طول، لما هتجيب 8 عدات مش هتقدر تجيب التسعه كلها. ايزي عاش عاش، احنا موجودين لازم نروح ايه وي جو هارد ليتس جو عاش الله عاش في الاخر يا جماعه في ايام هنبقى تعبانين وفي ايام هيبقى الباور عالي، ثم ان احنا ايه نكمل الاستمرار ونعمل عليه، مش كل يوم الباور بتاعنا هيبقى جامد جدا، في ايام الباور هيبقى ضعيف، حاجه عاديه لازم تكون عارف ان دي حاجه عاديه، عشان لو انت في دماغك لا الباور ضعيف انا وحش النهارده فكده بتدمر نفسك، انا عارف الباور ضعيف النهارده عاش هتمرن هعمل عليا بكره هبقى احسن. ايزي جودة النهارده تعبانه قوي مش عاجبني مش عاجبني، ما خدش شكله ما خدش الانجاكا ما خدش الانجاكا بتاعته. اخر مجموعه وزن تقيل عاش عاش ايه اثنين عاش ثلاثه دبابه اربعه ها خمسه عاش تكنيك برضه اخر واحد ايه يا سته سبعة تري مور وان اثنين اخر واحدة عشرة ايزي ايزي مان عاش ها عاش يا جو ايزي بس تلعب ايه سحب ارضي الحركه كام دي يا جو حركه كام خمسه خمسه دي الخمسه سحب ارضي انا حركه كمان وهنلعب لورا بص لازم الظهر بص بص فرد الظهر المفروض كده تروح بص ما بعملش كده ايه يا جدعان بيلبس واسع عشان ما يحسدش انا جربت تحت التيشيرت ده في حاجه تانية خالص لسه 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 شكرا عايز عاش ده اخر حاجة ولا ايه؟ اخر حاجة نلعبه بوزن وزن؟ عاش اهم حاجه ايه فرد الظهر وده النهارده علمناكم ازاي تتمرنوا بانجاكا
على فكره يا جماعه انا بهرج انا بهرج عشان بجد ده الناس بتتكلم كتير قوي لما بيلاقوا حاجه هم مش عارفين يوصلوا لها او هم مش قادرين يتوقعوا ان هم يقدروا يوصلوا لها بيفتكروا ان ده فيه ايه في حل سريع او في شورت كات والموضوع يا جماعه الحقيقه ما فيهاش شورت كات لازم تتعب ولازم نعمل اللي انت عارفه انت مش قادر توصل لده وانت مقتنع ان انت ما تقدرش توصل لده ومحتاج يعني لو عايز توصل لده لازم هتاخد انجاكا ولازم تعمل ده غلط ده تفكيرك انت ودي مشكلتك انت ما تجيش تتكلم عن ناس تانية وتقول اه لا ده مش عارف ايه ده مش عارف ايه عشان انت مش قادر تعمل ده اجتهد اعمل اللي انت اللي عليك زي ما احمد بيعمل عليه وباخر وبيقول ان هو بقاله 3 سنين بيتمرن وفي مشوار ومجهود واكل ماشي فعشان كده انا بهرج بقول الكلام ده عشان الناس تعيد تفكيرها فممكن توصل اللي انت عايز تعمله من 50 كيلو بقى 72 كيلو من 52 كيلو بقى 72 كيلو بالاكل طبيعي بيقول لك خد علبه بروتين واحده فده انت تقدر يعني بس لازم الموضوع بياخد وقت لو انت عايز فعلا توصل لده هتقدر توصل له زي ما احنا شايفين يعني انا بحب اجيب ناس كده عشان ناس طبيعيه جدا بتشتغل كام ساعه في اليوم 10 ساعات 10 ساعات في اليوم عنده بيت عنده كذا تلاقيه عنده مش عارف بقى ايه ملناش دعوه بقى الحاجات التانيه اللي عنده بس وبيجي الجيم بيعمل عليه وبيوصل اللي هو عايزه ما شاء الله عليه فانت تقدر انا بحب اوريكوا ده عشان انت تقدره يعني بحب اجيب ناس مختلفه باجسام مختلفه مش ابطال كلهم مش ناس هي دي حياتهم فاهم انا شخص عادي فاهم انا بس باجي بحب اصور باجي الجيم هنا بدل ما عندي ساعتين صور بحب ايه الناس دبابه دبابه عايش يا برو اللعبه دي ايه عايز ايه صبر عايز صبر وزي ما هتديها هتديها بس كده بس وهنقفل بحاجه زي ما هتديها هتديها